داري بورز عربنية في دور المختار الثقافي. أمير توسلي، المكياج مسعود البيكي، المونتاج مهدي حسيني وان، هندسة الصوت إيرج شهزادي. إدارة التصوير عظيم جوال روح. الإنتاج محمود فلاح. الإخراج داود مير باقري. السلام على قدرة الله وعلى ظل الله وعلى الأمير عبيد الله. دمتم على مسند هيبة الله يا سيف الله. لماذا اختار التوابون هذا الاسم؟ لأنهم يرون أنفسهم مذنبين في قضية الحسين بن علي، لأنهم قد قصروا في نصرته فاعتبروا ذلك التقصير ذنبا فندموا وهم تائبون فأطلقوا على أنفسهم هذا الاسم. عجبا، يبدو أن دم الحسين بن علي لن يجف. التواب هذا وليد خطير، إنما ستصعب السيطرة عليه. ينبغي أن نتداركه ونقضي عليه قبل أن يتفاقم أمره. يا أمير، أنا لا أخشى سليمان وجماعته، بل خوفي من المختار الذي ظهر في مكة. المختار، هذا الاسم يثير اشمئزازي. قتل الله أخا زوجتك هذا من فرط ما كررت المختار. أصبح هذا الاسم يخيفنا سماعه. المختار في مكة، فما علاقته بالتوابين جماعة الخزعي في الكوفة؟ أيها الأمير، المختار قد بايع عبد الله بن الزبير على الخلافة في مكة. بيعة سوف يفقد المختار مكانته الكبيرة بين الشيعة، لأنه أولاً آل الزبير أعداء ألداء لآل علي. ثانياً، المختار بشرطه الحصول على حكم العراق قد أقر حكم قتل نفسه بيده، لأن آل الزبير سوف يظنونه منافساً لهم في الحكم وسيقضون عليه بانتهاء خطر يزيد، ولن يقبلوا أن ينافسهم أحد. ثالثاً، آل الزبير قد التجأوا إلى المختار خوفاً من خطر جيش يزيد، وعندما يزول هذا الخطر لن يعودوا بحاجة إليه. أستبعد بشكل كلي أن ينجو المختار وابن الزبير من حرب مكة التي ستقع في القريب العاجل. لهذه الأدلة ينبغي علينا أن نهتم بأمر التوابين وأن ننسى أمر المختار الزبيري.
فبوركت قيادة جيوش الله لنا، وأيضا لغياث الدين، فخر الدين، سيف الدين، حضرة الأمير المختار ابن أبي عبيد الثقفي حفظه الله. آمين يا رب العالمين. أنا حامل رسالة مهمة من أمير المؤمنين لقائد جيش الخليفة الحسين بن نمير يا سيدي. أنا الحسين بن نمير. أهلا وسهلا بك أيها القائد، أهلا بك في أرض نزول القرآن. الكون بأرضه وسمائه وآيات الله والبقاع المقدسة لا يحفظها إلا متوليها. أنا قاصد قريش السفيانيين في مكة، يبلغونكم أن قائد جيوش مكة يدعى المختار يا سيدي، إذا كنت تعرفه. المختار؟ أي مختار هذا؟ المختار الثقفي. إن حرب مكة ستكون ساحة ميران لجيش الشام، لعلنا بوجود المختار نخوض حربا حقيقية. خبر جيد أيها القاصد، وهذه جائزتكم. لقد علمت يا حضرة الخليفة أن جيش الشام بأكمله قد عسكر في سفح جبل كويقان بعدد وعدة يفوقان التصور، فأرجو منكم أن لا تتركوا مكة والكعبة أبدا. أما اسم المختار فهو كما تصورتموه، له هيبة وخطورة، فإنه قد ألقى رعبا في جيش الشام. اليوم مصعب وغدا دورنا أنا وأنت. هذا الساحر قد أسقط هيبتنا عند الخليفة. غضبك هذا لا مبرر له، الخليفة لا يقوم بعمل إلا عن حكمة. لكنه قد فعل الآن، لقد أعطى منصب مصعب للمختار. أين حماسك يا منذر؟ المختار يريد زرع النفاق والفتنة فيما بيننا. حلوله محل مصعب يعني حذف مصعب المقاتل الشجاع وتهميشه، وبالتالي حمله على التحامل ضد أخيه الخليفة. أية نار أشعلت يا مختار؟ واسمعي، ما الذي فعله بأبناء الزبير؟ المختار رجل كيس ومخادع، نعم، لكن هدفه ليس إلقاء الفتنة بيننا، إنما بغيته العراق. تذكر قولي هذا، بغية المختار رداء الخلافة وحسب. رحمك يا رب، هل تضبط المختار رداء الخليفة حقا؟ نعوذ بالله سيدتي. فقد تدبرت أمرا يجعل مكة تبتلع يزيد وجيوشه مثل هذه اللقمة. أنا واثق ولدي معلومات أن اسم المختار يرعب جيش الشام، فالمختار مقاتل قهار وقيادته ناجحة، فالشاميون يخشون المقاتل السياس أكثر بكثير من مصعب. مصعب المعروف والمشهور بسيف الزبير في بلاد الحجاز. وما هو إذن تكليف مصعب؟ ليس من اللائق أبدا أن يبقى أحد أشجع وأمهر أبناء الزبير مشلول العزم في قتال اليزيديين. أنا الذي ربيت أخي مصعب، وأعرف نبضه جيدا، وأعرف كيف أتحدث معه كي لا يتزلزل عزمه. وماذا تفعلون مع عقائد المختار؟ وهو شيعي متحمس ومتشدد في معتقداته. في حكومتنا المختار منفور وملعون،
من أجل معتقداته. ويا للأسف، ويا للأسف، لولا شر يزيد الذي لا يمكن دفعه إلا بوجود المختار لما رضيت بمبايعته أبدا. ما هذه المغالطة التي تقولها يا شيخ؟ شيخ لا، أنت في بيعتنا يا أبا إسحاق، نحن خليفتكم. الخليفة بعيد عن الآراء اللامقبولة، ويجب أن لا يرتكب خطأ، لذلك لا يمكن له أن يقرر إلا على أساس صلب، ولذلك أيضا لن يدخل الميدان على أساس الغيبيات بل على أساس المشاهدات والمحسوسات. نحن إذا بقينا في مكة سنصبح محبوسين محاصرين مشلولين. عفوا أيها الشيخ، إذا تقرر أن نمشي على هذا النهج أنا سأستقيل، لأنني لا أريد أن أكون قائد جيش مهزوما. أنت عصبي ومتشدد للغاية يا مختار. أنا لو لم أكن واثقا منك لما اخترتك قائدا. ما الفائدة من القيادة دون صلاحيات يا شيخ؟ أنت تصغي فقط لما يقوله مصعب. إذن فالأفضل للجميع أن تسلمه القيادة. وأنت، هل مشكلتك هي مصعب؟ لا تحملني ما لم أقله يا شيخ، وأي مشكل بيني وبينه وأنا لم ألتقه حتى الآن. ما أقوله هو أنك واثق مما يقوله مصعب ومتوافق معه، فلماذا لا تؤمره على الجيش؟ وأنا أعاهدك بأن أكون جنديا مقاتلا فدائيا ومطيعا تحت قيادته. أنت لماذا تظن أنني لا أوافق على الخروج من مكة؟ أتظن أن هذا بناء على توصية مصعب؟ لأسباب عديدة أيها الشيخ، وأهمها أننا كنا قد تشاورنا معا وقد تم التوافق بيننا، ولكن ويا للأسف بعد أن جاء قاصد مصعب وهمس في أذنك أشياء غيرت رأيك. جماعة الخوارج يا أبا إسحاق، لقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل بأنهم مستعدون للحرب معنا ضد اليزيديين. بيني وبين الخوارج حكاية عداء تجعلني أكرههم، أكرههم وأحقد عليهم أيضا. مع ذلك فليأتوا، فليأتوا حتى نلقي بنار غضبهم على رؤوس الشاميين. ولكن عليك أن تحذر بديعة تأثرهم بالظواهر، أخشى أن يرفع العدو شيئا على رمح فيحتج وينادوا لا حكم إلا لله. كلما ابتعدت يا مصعب كلما اقترب المختار. ابقى معتزلا في مكانك حتى ينزع المختار رداء الخليفة عن متن أخينا ويتصاحب مسنده. يا مصعب، المختار سحر أخانا وهو الآن لا يشرب الماء إلا بإذن المختار. الجميع يعلم أن الخليفة قد رجح رأي المختار على رأي مصعب وعزم على إخراج الجيش إلى المسلخ. هو يريد أن يترك مكة. يا مختار، هذا هو مصعب الذي كثيرا ما سمعت باسمه. إنه أحد أبنائي، الزبير بن العوام. سعدت بلقائك يا مصعب. من هذا البطل الذي تشرفنا بلقائه؟ من هذا؟ هذا هو قائد جيشنا يا مصعب. هذا السيد هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي أطلقت عليه لقب يد الله. لو لم يعترضني أخوكم لوصلت إلى حرب الجمل وما بعدها أيضا. أواثق من أنك جئت إلى المكان المطلوب؟ هنا أرض الحجاز أيها المختار، وهذا بيت الله، وهذه الكعبة، وهذا أخي الأكبر أول خليفة زبيري، وكل الحجاز في بيعته. أنا جئت إلى الطريق الصحيح والهدف الصحيح، جئت إلى طواف الكعبة، ولكن قد يكون حب الدنيا في قلبي هو الذي ألحقني بأهل الدنيا. أتعني أن أبناء الزبير طلاب دنيا؟
هل نحن طلاب دنيا أم أنت الذي اشترطت الحكم على العراق قبل أن تنفض تراب السفر عنك أيها المختار؟ وأنت أيضا كان عليك أن تطالب بأجرك قبل أن تبايع أخاك كي لا يتملكك الحسد من الآخرين على أجورهم يا ابن الزبير. كفى، لا شك في أن جنود الشيطان يريدون أن يوقعوا بينكما كي يفرقوكما بسلاح الغبطة والحسد. هيا تصفحا الآن، فتعانقا وقبلا بعضكما. أجل، أعترف أن المختار حوت، وشرط الحكم على العراق خدعة وغطاء كي لا نشك بنيته، والمختار طامع بجبة الخلافة. الخلافة؟ إذن لماذا تفسح له الميدان هكذا؟ لأننا في هذا الظرف نحن بحاجة إليه. كيف تستطيع أن تقيده وتهيمن عليه وقبل أن يضع رجله في الركاب أخذ يأمر وينهى عوضا عنك ويتحكم بما يخصه وما لا يخصه؟ صار مطلعا على كل أسرارك، نافذا في جميع منافذ قصرك، حتى في الجناح الداخلي وجناح الحريم أيضا. المشكل هو مثقال واحد من السياسة وأنت لا تملكه. أخي مصعب، اسمع، إذا أردت أن تصطاد الحوت عليك أن تخبئ خنجرا تحت ثوبك ثم تقترب منه حتى يبتلعك، وعندما تصبح في جوفه ابقر بطنه واخرج. هذا يعني أمسك بقبضة سيفك وقف كتفا على كتف مع المختار، واحمل على عدونا الغدار، واجعل سرنا هذا مدفونا في بئر عميقة، ولا تبح به لأحد على الإطلاق، حتى أخويك المنذر وجعفر، وحتى أهل بيتك. وانتظر حتى يأتي موعد صيد الحوت وقم باصطياده. هل هذا هو العرش الطائر الذي صاغ العامة في وصفه كل الأساطير؟ أجل يا شيخ، هذا هو العرش الطائر. يا للعجب، لماذا هو ساكن؟ لم يتحرك حتى الآن. ألا ترى يا شيخ؟ ربطوه بالحبال كي لا يطير، وهو لا يطير إلا إذا استقر فيه أحد ما. يعني أن أي أحد يستقر فيه سيطير؟ ليس كائنا من كان. المؤمن الذي ملئ قلبه بالإيمان والأنوار القدسية ولم يبع روحه للشيطان أبدا، إذا ركبه سيطير به حالا. إنه محك للمؤمنين. أترغب في أن تجربه يا شيخ؟ ها؟ لا؟ أبدا. أعوذ بالله ربي، لا أحد من البشر يستطيع أن يدعي أنه لا وجود لأية وساوس شيطانية في نفسه ما عدا الأنبياء عليهم السلام. اللهم احفظنا من شر شياطين الجن والإنس. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا للهول، ماذا يجري؟ فلينجدني أحدكم. هل هذا سحر أم معجزة؟ أعوذ بالله.
يا رجل ساعدني. أعوذ بك يا رحمن يا رحيم، رحماك يا رب أوقفها يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا، من أنت؟ أنا المختار يا نجدة ابن عامر، المختار قائد جيش مكة. سمعت في الأخبار أن ابن الزبير لديه عرش مثل عرش سيدنا سليمان النبي، والأغرب ما قاله خادم القصر الآن: من كان قلبه منزها عن السوء إن جلس على هذا العرش فسيطير به. هذا إن وجد الشخص. أجل، هذا إذا وجد شخص ما، لا نفوذ ولا سلطان للشيطان عليه أبدا، يكون جديرا بأن يعرج إلى الملكوت الأعلى، وتكون أيضا آيات الله كلها تحت أمره ومطيعة له. وهل هذا الشخص هو ابن الزبير؟ كلا أبدا، فابن الزبير أيضا بشر مثلنا وهو عرضة للخطأ والزلل. إذن ما قصة هذا العرش الذي تحكي عامة الناس في وصفه الحكايات؟ أجل، أنا أيضا قبل لحظات رأيت إحدى معجزات هذا التخت الخارقة. رأيتك أسير أوهام هذا العرش يا شيخ. من كان ضعيفا عاجزا أمام شيء جامد كهذا، لابد أن قلبه أو فؤاده مملوء بالأنفاس الشيطانية، فكيف بهذا الإنسان أن يدعي أنه صاحب الحق وأن يحكم أيضا على الآخرين بالكذب والباطل؟ ما الذي تقصده؟ دعنا من هذا يا شيخ، دعنا لنبدأ بالأصل. أنتم طلبتم منا أن تقفوا معنا ضد جيش يزيد. حسنا، ماذا تريدون إزاء ذلك؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ عندما تصلي هل تتوقع صلة من أحد؟ إن المحاربة ضد بني أمية كانت وما زالت تكليفا على الخوارج، وسنطوي سجلهم بعون الله سبحانه وتعالى. حسنا، إذا شاء الله تعالى واستطعنا أن نطوي صفحة آل أمية يا شيخ. هل توالون آل الزبير أو تتهمونهم بمحاربة الله وتفتون بتكفيرهم؟ نحن لن نوالي آل الزبير إلى الأبد، وما دام آل الزبير يسيرون طبق حكم القرآن ويعملون به فنحن سوف نكون موالين لهم، وإذا ما انحرفوا فسوف تكون سيوف الخوارج مشرعة في وجوههم. والآن هل أبقى أم أذهب؟ هل أنت قيم آل الزبير كي تجادل من أجل بقاء حكمهم؟ أنت لجأت لشر آل الزبير كي تدفع شر آل أمية، والخوارج لا يختلفون عن آل الزبير، والجميع من قماش واحد. إذن فاصبر حتى تدفع شر اليزيديين بسيوف هؤلاء. في ماذا تفكر يا رجل؟ ماذا أفعل؟ أذهب الآن أم أبقى؟ أتقبلون الانضمام إلينا تحت قيادة واحدة وألا تتدخلوا فيما لا يخصكم من شؤون الحرب؟ إن هذا الأمر من أهم واجبات الحرب، والنصر يأتي تحت قيادة موحدة،
ونحن بالطبع مستعدون لذلك. حسنا إذن، أنتم منذ الساعة جنود جيش مكة، ولكم رواتب أيضا كما لسائر المقاتلين، ولكم حقوق في الغنائم. جيش الله يذود عن بيت الله، 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 جيش الله يذود عن بيت الله. السلام، السلام على عبدي الله، سيف الله ويد الله. ألا تتفقدان جيشكما البطل الذي وضع روحه على راحتيه؟ أيدكم الله يا شيخ، تقبل الله، جزاكم الله. هذا الاتحاد أيضا هو من بركات الكعبة. الكعبة هي بيت الأخوة والمحبة والصفاء. الكعبة قبلة القلوب. الكعبة رفعت الحجاب بين القلوب وأبدلت المجادلات الطائفية بالسلام والأخوة والمحبة. في هذا البيت لا فضل للون، لا فضل للون البشرة، ولا للأصل ولا للنسب ولا للثروة والتمكن. في هذا البيت الكل ينادي لبيك اللهم لبيك. دعونا جميعا ندعو الله أن ينصرنا على أعداء الكعبة لكي نبددهم خاسرين. هل الأمور على ما يرام يا شيخ؟ تفضل انظر، وكما قال لنا الخليفة سوف نجعل جبل أبي قبيس مقبرة لليازيديين بعون الله سبحانه. أرجو أن تقدم علينا الليلة لتفقد من سيقاتلون في ركابك. إن شاء الله سأزوركم كي نتحدث في مهامكم القتالية، دمتم مؤيدين. نحن ننتظركم بفارغ الصبر. في أمان الله. أجركم الله. في أمان الله. في حفظ الله يا شيخ. جيش الله يذود عن بيت الله، جيش الله يذود عن بيت الله، جيش الله يذود عن بيت الله، جيش الله يذود عن بيت الله. أنا لا أكاد أصدق أن هؤلاء هم الجماعة المتعنتة المتعجرفة الخرافية التي لا يمكن تحملها بأي وجه. أخبرني ماذا فعلت لهم حتى جعلتهم هادئين مطيعين رهن إشارتك يا مختار؟ لم أفعل لهم شيئا، غير أننا تحدثنا قليلا عن تهذيب النفوس وتزكية الأرواح وقليلا في آداب الحرب. مع هذا أظن أن التفاف هؤلاء لا يخلو من غرض لا نعرفه، وينبغي ألا نغفل عنهم لحظة واحدة. ليتنا يا مختار استغنينا عن خدماتهم، لأنني أخشى أن يؤثروا على جنودنا يا أبا إسحاق. نحن الآن يا ابن الزبير بحاجة إلى سيوف هؤلاء وحقدهم على الأمويين. تبا لهذه الجماعة من جماعة خارجة على الدين، إنهم كالقذى في عين المؤمنين وكالعظم في البلعوم الذين شطروا رأس سيدي ومرادي. والله لو لم أكن مرغما لما وقفت معهم في صف واحد أبدا، ولكنني مضطر الآن.
جيش الله يهدوه عن بيت الله. جيش الله يهدوه عن بيت الله. جيش الله يهدوه عن بيت الله. يا أبناء الزبير المشاغبين، يا مثيري الفتن، يا ناقضي البيعة، أنا الحسين بن نمير، جئت إلى الميدان لإتمام الحجة، الحجة على المغفلين الذين خدعتموهم. يا أهل الحجاز، إن أبناء الزبير الجبناء الذين يتاجرون بشرف أبيهم. أجل، فقد كان أبوهم من الصحابة الكبار، وكان صهر الخليفة الثاني رضي الله عنه، وكان سيفه في خدمة الإسلام، ونحن بكل هذا مسلمون. ولكن ما علاقة أولاده بهذه الفضائل؟ وما هو فضلهم؟ فليذكروه. ما الذي قدمه هؤلاء سوى الشرارة والفتن والخداع؟ وإذا كانت الصلة برسول الله سبباً لتعيين الخليفة، فأبناء علي هم أحق بذلك. فيا أهل مكة المخدوعين بآل الزبير، أنا أمهلكم قليلاً لكي تراجعوا أنفسكم وتتوبوا، ثم تضعوا سيوفكم. لا تناطحوا قرن الثور، لا تعرضوا أرواحكم العزيزة للخطر من أجل جماعة طامعة بالمال والسلطان. أنا سأعفو عن النادمين منكم، أما أبناء الزبير فلن أعفو عنهم. هؤلاء مهدور الدم، وقد أعذر من أنذر. هذا الوغد إلى متى يريد أن يهيننا ويهتك حرمتنا نحن أبناء الزبير؟ فأذن لي بالبراز له كي ألقنه درسا وآتيك برأسه. لا يا مصعب، لا، أنت قائد الجناح الأيمن يا أخي. عد إلى جناحك وكن حذرا من نفوذ العدو. عفوا منك يا أخي، ابن نمير قد دعا أحد أبناء الزبير إلى المبارزة، وعار علينا إن لم نرد عليه. إذا لم يبرز أحدنا إلى الميدان، قد يصدق أفراد جيشنا أقواله فيترددون في ولائهم لنا. مصعب، تحكم في مشاعرك وأمسك غضبك، عليك حسن القيادة في هذا الوقت. يا أهل الحجاز، أنتم لا تعلمون شيئاً عن أبناء الزبير غير المحامد والمفاخر التي خدعوكم بها. لقد غرروا بكم. اسمعوا عن عبد الله هذا المدعي بالخلافة، فإني والله ناصح لكم، ولن أقول هنا سوى كلمات الحق، لأنني وكمسلم سأحاسب بين يدي الله. ففي يوم القيامة لا ينفع إلا قول الحق، ولا شيء سوى الحق. فقد كان عبد الله بن الزبير في حرب الجمل حمال الحطب، كما كان هذا أيضا من أشد أعداء علي بن أبي طالب. بالله عليكم، ما الذي جعله يطالب بدم الحسين بن علي؟ هل من خداع ورياء أكثر فضيحة من هذا؟
اسمعوني يا أبناء الزبير، يا من تسعون في زرع الفتنة وتدعون الحرص على حفظ الدين، تقدموا إلى ميدان الحرب، لما لا تفدون الدين؟ يجب عليكم أن تستبسلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وحده، لما لا تفدون الدين وتحفظون شرف سيف أبيكم الزبير؟ يا أبا إسحاق، لا يمكن السكوت على هذا، لقد توجب أن يرد عليه أحد أبناء الزبير. يا منذر. نعم يا أخي. اذهب ورد على هذا الملعون. سمعا وطاعة. يا منذر، يا منذر، خذ وحارب بسيف أبينا. الشباب إلى حتفه. لا تخافي سيدتي، في جيش مكة أبطال مثل مصعب والمختار أبي إسحاق وغيرهم الكثير. المنذر شاب ومغرور، قد يستفزونه فيثور ويذهب إلى الميدان. من المستبعد أن يرضى الخليفة بذهاب أخيه الأصغر إلى النزال. تعالي. إلى أين يا سيدتي؟ علي أن أرسل رسالة للمنذر. اهدئي أرجوك واركبي في المحمل. ليكن المحمل تابوتا لي. تعالي. يا ابن نمير، تتهم أبناء الزبير بالجبن والخوف من نزال الأعداء. إذن اسمعني جيدا، لو كان الأبناء كما تدعي لما جيش خليفتكم الشارب للخمر الملاعب للكلاب والقردة كل هذا الحجم من الجيش، جيش هذا الجيش ليرسله إلى الحجاز لمقابلتنا نحن أبناء الزبير. مرحبا يا منذر، لله درك يا منذر. ما أمضى لسان هذا الصبي اليافع، يرتجز في الميدان كالأبطال الأشاوس. هنا مكة المكرمة، وهي أرض نزول الوحي. هنا بنى الله في هذه الأرض بيته، وهنا أيضا كلم الله خلقه. هذه الأرض مقدسة، فلا تدنسوها بدمائكم القذرة. لقد أرسلكم يزيد إلى حرب الله هذه المرة، فيا أيها المرتزق المغفلون اسمعوا، اسمعوا وعوا جيدا. أنا المنذر بن الزبير بن العوام، وهذا السيف هو سيف أبي الزبير، وقال الرسول الأكرم عنه: كل من يقتل بهذا السيف يذهب إلى النار. والآن إذا كان فيكم من هو مستعجل للذهاب إلى جهنم فليبرز لي. هيا بسم الله. أخبرني أيها القط الصغير، من نفخ فيك
لتؤدي دور الأسد. عد إلى أمك أيها الغلام، فأنت لا تزال صغيرا لتقارع الفرسان، وما بيدك ليس آلة لعب بل سيف، ونحن جئنا للحرب لا للعب، فاذهب وليأتي ولي أمرك. يا ابن نمير، ألا يكفيك كل هذا الرجز؟ ألا تريد أن تتقدم للحرب لتثبت أنك رجل محارب قوي وشجاع؟ يا هذا، اذهب ومرغ أنفه في التراب واثقل أمه به. هذا ما أردته؟ وهل بعد المنذر جاء دور جعفر؟ لا تضيع أجر مجاهدة المنذر. المنذر لم يكن كفوا لهذا الميدان، كان علي أن أذهب بنفسي وليس المنذر. أنا آسف يا حضرة الخليفة، لقد حارب المنذر رحمه الله بكل بسالة، فأذن لي بالذهاب إلى الميدان لكي آخذ بثأر المنذر. لا يا ابن مطيع، ولماذا أنت متنكر؟ دعك من هذا وأرني ما عندك من قوة يا ابن نمير. لقد سألتك من أنت في ميدان النزال والحرب. السيف فقط هو الذي ينطق عن اسم صاحبه. هيا فليخرج إلي أقوى رجالكم لأريكم جميعا من أنا.
اذهب لمبارزته. إن اسمي حطب، ومشهور بفارسي يليل الشام. وأنت ما واسمك؟ لقد أزعجتنا أيها الصعلوك، كيف تريد أن أقتلك؟ بالنسبة إلي أفضل أن أبتلعك. لم أكن أمزح معك، أردت منك أن يبرز إلي ما عندك من زبدة مقاتليك. أم أن كل رجال جيشك مثل هذا البو المنفوخ؟ يا مختار، أهذا أنت؟ قل لي بماذا بعت شرفك؟ بالحكم على العراق؟ آل الزبير مخادعون، لن يوفوا بعهودهم. تعال إلينا، أعاهدك بشرفي أن أتوسط لك عند الخليفة يزيد لكي يسلم لك الحكم على العراق. كفى حربا هذا اليوم، اقرعوا طبول وقف الحرب واحملوا الجنازتين من الميدان. سلمت يداك. جعفر، احملوا جنازة المنذر. مصعب، يجب أن تحذروا حملات العدو المباغتة، لا تنخدعوا بأبواق وقف الحرب، فالحرب في أوائله. ابن نمير لم يقطع هذا الطريق إلى الحجاز لينسحب.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أخذوا الجنازة بين النساء ليبكين بعيدا عن الرجال ولا يطل البكاء. فبقاء النعش هكذا طويلا فيه كراهة يا أخي. عظم الله تعالى لكم الأجر. أشاطركم هذا المصاب الأليم المنذر، قاتل بشجاعة، تغمده الله بواسع رحمته. شكرا لك، رحم الله جميع أمواتك يا مختار، إن قتالك الرائع كان فيه أعظم التسلي والمواساة لنا، فما قد سمعته عن بطولاتك ومهارتك لم يكن ذلك مجرد أساطير، لقد رأيت بأم عيني. لقد كان ما فعلته إعجازا في القتال والمهارة والشجاعة، حقا يد الله لقب أنت جدير به يا أبا إسحاق. شكرا. إن هجومك عليهم المباغت والسريع قد أذهل جيش الشام وأرعبهم جميعا. قل لي ما رأيك، إلى متى سيستمرون على وقف الحرب؟ ما أظن وقف الحرب إلا حيلة حربية متعمدة منهم يا ابن الزبير. إن ابن نمير لن يستمر على هذا المنوال بقتال المناجزة والمصارعة، سيبادر إلى حملة مباغتة شاملة وليس النزال فارسا لفارس، وعلينا أن نكون في غاية الاستعداد. بأي تشكيلة تريد أن تقابل الجيش الشامي؟ نحن بهذا العدد القليل من القوة لا نستطيع أن نقابل العدو في جبهة واحدة، ولهذا فإن إطالة أمد الحرب هي لصالحنا، وسيتضرر العدو من وجوه مختلفة، فبعد جيش الشام عن دياره وأهله وتأمين المؤونة والعليق وحرارة جو الحجاز ترغم ابن نمير على إنهاء الحرب. نعم، يريدون أن ينهوا الحرب سريعا، لذلك علينا أن نقوم بحرب استنزاف معهم إلى أن نتعبهم ونستنزف طاقتهم وصبرهم. لقد فهمت، يعني هو كر وفر من كل الجهات. أجل، لكن هذا يترتب على كيفية القتال، فقتال الكر والفر له أسلوب خاص، أسلوب ينبغي أن يكون على شكل مناوشات فيتأذى العدو. سوف نهاجمه من حيث لا ينتظر ونفر من أمامه من حيث ينتظر هجوما عليه، وهذا يحتاج إلى تنسيق بين قادة الجيش والقيادة العليا، وعلينا أن نحذر من خداع العدو الذي يحاول تهييج النخبة من مقاتلينا كما حدث اليوم. إن الفقيد البطل المنذر كان ضحية هذا التحريض، فقد استطاع العدو أن يثير الحماس في مصعب فحدث ما حدث.
سمعت أن المختار يستطيع أن يصرع ثورا بقبضة واحدة. ألم ترى كيف صرع ذلك الغول الشامي وفرسه بضربة مهولة واحدة؟ هذه القوة قد اكتسبها من دروس الولاء الذي تعلمه من أستاذه ومراده الذي اقتلع باب خيبر بحركة واحدة. هذا هو الذي جعل من المختار بطلا مغوارا وفارسا قهارا. لقد تألمت للمنذر. من كان يعتقد أنه سيذهب ضحية اليوم الأول من الحرب وهو أصغر أبناء الزبير؟ المسبب هو أخوه مصعب، لو لم يتدخل لما حدث ما حدث. إذا كان لابد من خروج أحد أبناء الزبير إلى الميدان، فما الفارق؟ أمصعبا كان أم جعفرا أم المنذر؟ ما دام قائدنا المختار فلا خوف علينا، أنا صرت مريدا له، فلو قال لي مت فسأموت في الحال. أنت لم ترى بعد شيئا من شجاعة المختار وقوته. انتظر وانظر ساعة يطلب الشاميين إلى الميدان فرقة تلو أخرى. في قلب المختار نار على مصيبة الحسين بن علي، وهذه الحماسة من شرار تلك النار. أنا في حياتي رأيت حروبا كثيرة ومقاتلين قهارين، لكنني لم أرى مثل المختار. بضربته اليوم جعلني أظن أن وراء هذه الضربة حبا وحقدا عظيمين. المختار مؤيد بالنصر الإلهي. المعروف بابن مرجان أشقى الأشقياء، وعدو الأولياء والأوصياء، وجميع شهداء كربلاء عنوان الكذب والرياء، عدو رب الأرض والسماء. ألا قطع الله أنفاسه فسيقطع رأسه ويشنق جسمه شنقا ليلاقي جزاء جرائمه حقا. انهضوا وضعوا أطراسكم على رؤوسكم، انهضوا، ضعوا أطراسكم حماية على رؤوسكم. هيا اختفوا وراء الجدران، إنهم يرشقون الكعبة بالمجانيق. ما الذي أصابني؟
انهض أيها الشقي، انهض يا مقسوم الرقبة، ستتهمك النار، هيا انهض. رحماك يا رب، رحماك يا إلهي. ما الذي تفعله هنا يا شيخ؟ إذا كان مصعب قد ترك المعسكر حزناً على أخيه، فلماذا أنت تركت معسكرك؟ أنت هنا من يقود هذا الجيش يا هذا، أو تسألني أنا؟ وحدك أنت من كان يجب أن يراقب هجوم العدو لا نحن. إذا كانت قيادة الجيوش بالقوة فالثور أولى من أمثالك. أنتم لا تحسنون شيئاً سوى إطلاق الألقاب فقط. أين يد الله؟ أسكت أيها الوعد اللئيم، مراوغاتكم هذه لن تنطلي علي أبدا. أجل، أنا قائد أحمق وغبي أيضا، لأنني غضضت الطرف عن خياناتكم وجرائمكم، وقبلت أن أقف معكم في صف واحد. أغرب عن وجهي أيها الورد، هيا اذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله للقذائف النارية، حافظوا على رؤوسكم ووجوهكم بالأطراف. احترقت الكعبة، هيا أطفئوا النار، هيا أنقذوا قبلة المسلمين. أطفئوا النار أيها الناس. رحمك يا رب العالمين. لا تخافي يا خاشعة، لا تهرعي، هؤلاء الكفار قد دكوا الكعبة بالقذائف النارية. لماذا حلت بنا تلك الكارثة؟ لماذا ترك الله بيته تلتهمه النار؟ الكعبة تحترق، لماذا لا تنشق الأرض والسماء؟ النار. أيها الإخوة، علينا أن نخمد النار فورا. أنقذوا الكعبة يا ناس، أنقذوها، أنقذوها من النار. يا إما يزيد ليس أبرهة الحبشي، وإما الشاميون ليسوا أصحاب الفيل. ينبغي أن نجد حكمة لعدم إعجاز الكعبة
وإلا سنكون من الخاسرين. ماذا يفعل هؤلاء يا مصعب؟ يبدو لي أنهم يحاولون القيام بإطفاء النار. الكعبة يجب أن تحترق لتكون أكبر دليل على كفر يزيد وقومه. أقسم بالله لو شبت النار بالكعبة صدفة لاتهمت يزيد بإحراقها، فكيف وقد أحرقها بنيرانه؟ عليكم بالماء يا مختار. اجلبوا الماء هيا يا مختار. تعال، ماذا تريد أن تفعل؟ ألا ترى الكعبة تحترق بالنار يا ابن الزبير؟ علينا أن نخمد النار فورا. يا مختار، دع مشيئة الله تفعل ما تشاء. إن شاء ربنا سيجعل النار بردا وسلاما. دع الكعبة تشتعل لتكون برهانا على كفر يزيد، وليعلم الناس أنه لا يؤمن بالله أبدا. أعوذ بالله، أي منطق هذا؟ أي صنف من المسلمين أنتم يا ابن الزبير؟ أيها الأخوة، من يؤمن منكم بالبيت ومن يؤمن برب البيت فليسارع في إطفاء الحريق. علينا أن نخمد النار، علينا أن نخمد النار فورا. وعلى ملة النبي.
مهاجم بيت الله مات! مات يزيد! إنه الانتقام بسبب إهانة الكعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليك! السلام عليك! أيها الشهيد! أيها الشهيد! وابن الشهيد! وابن الشهيد! فأنا لو كان لي سيف يطال أعناق الخرافات لما خضعت لمتاركة الحرب. فمحبو أهل البيت سيسيطرون عليها. أخشى أن لا ننجح، وبعدها لن يبقى لنا بقية ماء وجه. فألقي دلوك بين الدلاء وقد نصيب الهدف. وسوف نجعل الري عاصمة دولة آل أبي وقاص. يا إلهي، لقد شاءت مشيئتك أن أبقى حيا لأرى هذه المصيبة، فمد بعمري يا أرحم الراحمين كي أرى بعيني قصاصا قتلت الإمام الحسين على يد انتقامه. أقسم بالله ألا يرى أشقياء صحراء نينوى والأمن والأمان أبدا، وإن يوم الوعيد لقريب.